ساعات قليلة فقط كتفصلنا عن عيد الفطر السعيد بعد شهر من الصيام والقيام والعبادة. وبهذا المناسبة فالعائلات المغربية وكما هو متعارف عليه كتقصد الأسواق المغربية كما هو الحال هنا في مدينة الدار البيضاء لشراء الحلوى وكل مستلزمات العيد. فبالنسبة للعواشر ديما أي عواشر كتفوت فهمتي كيكون الإقبال بزاف وتيكون الطلب على الحلويات مليح بالخصوص الشباكية الشباكية بالدرجة الأولى بريوات والحلويات ديال اتاي كاين الحلوات ديال كاوكاو وكاين الحلوه ديال لي صابلي كما كتشوف الحلوه ديال كاوكاو الثمن ديالها 50 درهم يعني ثمن مناسب ولي صابلي الثمن ديالهم 40 درهم الاقبال تيكون بزاف على لي صابلي حيت بزاف شي يهربوا من الكاوكاو الزواق وداكشي فهمتي الحلوه ديال الدقيق هي اللي كتمشى مزيان. اولا عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد للجميع. بالنسبه للحلويات كاين مختلف هذاك الشيء ولكن الاغلبيه الناس كياخذوا الفقاس في رمضان كناخذوا الشباكيه دابا كناخذوا الفقاس وهذا الحلوى ديال اللوز انا اللي كتعجبني شخصيا ولا بد التقاليد والعادات المغربيه هذيك راه ما نحيدوهاش يعني الحمد لله كيتجمعوا العائلات الخوت الوليدات كنتجمعوا كاملين وكنحتفلوا الوليدات كيلبسوا حوايج العيد هو هادشي اللي كاين. ايوا شويه وصافي المهم الدراري اللي ما عندوش راه دي بانينا اللي الحلوى راه كاينين مع شي بعد شي الناس بحال خويا تناقشت انا وياه بالحلوى وكاينين الناس اللي بحال اللي ما خدامين الله يكون في العوان عندهم تتكون الحلوى راه خاصو ياخذها مسكين راه ما خاص من حقه خاصو يمشي ياخذ الحلوى خاصو ياخذها فهمتيني دابا ولا لا. ما بالنسبه لينا حنا الحمد لله عام رايحين خدامين عندنا ديالنا تنصايبوا داك الشيء ديال في الدار وناكلوا وصافي ضروري وعلاش بنادم كاع خدام هذا الشيء كامل بنادم علاش يطنطن راه تيطنطن على دوك الوليدات هما خاصهم يطنطنهم ويطنطن صافي فقط كل شيء الحمد لله كاين كاينين حليوات صايبنا من يد معود مع الخوادري والبارح صافي وداك الشيء اللي سوا حنا شارينا لهم دابا بانيت شريت لهم البارح من القريعه دابا غادي لي معاود ثاني والوقت هي هادي وصافي. ولأن العديد من المواطنين كيعيشوا بعيدا عن الأهل والأحباب كتعرف المحطات رواج كبير للسفر للمدن الأخرى لعيش أجواء العيد مع العائلات رغم غلاء التذاكر. خويا تنقرا خويا أنا في كازا خويا وغادي بنعيد عند العائلة ديالي في مراكش تما صافي هادشي اللي كاين كدا خويا روينة بالرجولة شو كما كتشوف الروينة فهمتي ما كاينش شي لعيبه كدا مقاده كله شاد طريقه فهمتي بنادم مخربق كله فهمتي كله همه باقي على الله باقي الله جيش غادي بنعيط مع الدار مراكش لا شويه انا التذكيرات باقي ما قطعتش لا غادي نشوف وبالنسبه كيبان لك شويه الحركه اليوم ماشي بحال باقي بنادم ما مزاحمش وداكشي باقي ما عرفتش واش كاين العيد ولا لا ورمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد وهذه الاجواء ديال العيد حيت كل واحد علاش كيسافر كاين اللي كيسافر باش يعيد مع عائلته كاين اللي كيكون خدام بعيد وجاي واخويا السفر ان شاء الله لو جازا كورا كما كتعرفوا الاثمنه ديال السفر في عيد المبارك العيد الفطر المبارك كتكون شويه مرتفعه دائما كيعانيوا الناس اللي كيسافروا زكورا دائما هاد المعاناه كنشوفوها دائما في المحطه هنا ولا في اي لاجونس اخرى ديال الحافلات ديما كتكون الاثمنة مرتفعة كاين 250 درهم للفوق 250 درهم الا لقيتي ارخص بالتذكرة كتكون تقريبا 250 درهم 300 درهم ثمن مرتفع دائما كنتمناو من المسؤولين انهم يشوفوا لنا حل يكون مزيان باش الناس مابقاوش يعانيو دائما في عيد الفطر. الاجواء انا الحمد لله بخير وعلى خير اثمنة مناسبة ما كاين لا ارتفاع الاثمنة لا والو الحمد لله بخير وعلى خير. انا مساعد سائق كنخدم في الحافلة كنمشي مع الكار مرة نديرو مراكش مرة كادير مرة نديرو كل خطرة وفين ان شاء الله هادشي اللي كاين اخويا اثمنة اخويا ما مرتفعة ما هو الاثمنة جد مناسبة لالين اي لالين ما زيدينش عليه غير واحد 20 درهم ولا 10 درهم كاينش المسافات البعيده هذا الشيء كيما ديما كيتزاد هذه المناسبه ديما كيتزاد ارتفاع في اي مناسبه كيكون شويه ارتفاع ديال الاثمنه شويه ما كاين زحام هذا العام بزاف ما عرف كيكون هذا العام شويه
اليوم اللي صبح شويه الزحام. الزحام اخويا الناس مسافره، عاد وليداتها وعاد والديها، فرحانين الناس غاديين بالاجواء ديال العيد مزيان، والاثمنه راه مرتفعه. مساله عرض وطلب، ملي كيكون موجود الركاب كتكون شويه الاثمنه طالعه، ولا ما كيقد حتى واحد راه مول الكار كيحضر شي حاجه طبيعيه. كل سنة إذن فالعائلات المغربية واللي كتكون حريصة على الحفاظ على التقاليد في جميع المناسبات كتستقبل عيد الفطر بكل فرح وسعادة.